سلام الله عليكم. اليوم مشاهدينا نحاول الوقوف عند التصريحات الأخيرة التي كان قد أدلى بها وزير شؤون الدنيا والأوقاف الجديد محمد عيسى بأن الوزارة تحضر لسن قانون يتم بموجبه فتح كنائس والسماح بإقامة القداس ولم لا، وهذا كله طبعا سيكون في متناول المسيحيين المقيمين في البلاد. وقد برر الوزير قراره بأنه وزير لجميع الديانات في الجزائر وليس وزيرا خاصا بالمسلمين فقط. الكثيرون تساءلوا عن هذه الخرجة، لماذا في هذا الوقت بالذات خاصة ونحن في رمضان؟ ما وراء هذا القرار؟ ماذا عن الملفات الأخرى العالقة منذ سنين؟ ماذا عن الفساد الذي ينخر جسد وزارة الشؤون الدينية مثل باقي القطاعات قطاعات الدولة؟ كل هذه الأمور سنسلط عليها الأضواء مع ضيفنا الكريم هنا أستاذ طيب غيلوفي المختص الشؤون المغاربية. مرحبا بك أستاذ طيب. ما الغرابة في هذا القرار؟ الكثيرون تفاجأوا به أو فوجئوا به وقالوا بأنها مؤامرة تحدث في عز رمضان، المسلمون صائمون، ووزير الشؤون الدينية يتحدث عن كنائس وعن قداس للمسيحيين. لماذا بالضبط هذا القرار في هذا الوقت بالذات؟ هو أخي عثمان، من ناحية المبدأ لا 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 الاعتراض طبعا، ومن حق المواطن الجزائري صاحب ديانة مسيحية أو يهودية أن يقيم شعائره بكامل حرية. هذا في الجزائر من القديم طائفة يهودية في الجزائر، بعضها هاجر إلى فرنسا، بعضها مثلا تونس، مثل المغرب، بعضها هاجر إلى فرنسا، بعض اليهود الجزائريين هاجروا إلى إسرائيل. ولكن في جميع الحالات المواطن الجزائري صاحب الديانة اليهودية له الحق في ممارسة شعائره الدينية. يبقى السؤال، لماذا هذا الإجراء الذي أعلن عنه يتم في رمضان؟ رمضان شهر العبادة الأول بالنسبة للمسلمين. المسلمون ليس مجرد طائفة في الجزائر، المسلمون هم تقريبا غالبية، هم الأصل وهم غالبية الشعب، هم الغالبية الكاسحة، مش الغالبية بمعنى عددية أكثر، هم الغالبية الكاسحة. إذن هذا هو السؤال، كان ينتظر الناس، كانوا ينتظرون أن تقع إجراءات في الجزائر متعلقة بالمساجد، متعلقة بالعاملين في القطاع الشؤون الدينية من المؤذنين، من الأئمة، من المنظفين في المساجد، من كل الطاقم الذي يشتغل في وزارة الشؤون الدينية، مثلا الترفيع في الأجور، مثلا في الحوار مع النقابات، تسوية الوضعيات. كانوا هذا الناس ينتظرون هذا الإجراء لهذه الوزارة في هذا الشهر الكريم، ولكن الوزارة غطت هذا الكلام بحديث على مبادئ لا يعترض عليها أحد، ولكن وقت تنزيلها وصيغه هي التي تثير الشكوك. نعم، بارك الله فيك. ناصر حمددوش البرلماني والقيادي في حركة حمس، أرحب بك أستاذ ناصر. ما الغرابة في إصدار مثل هذا القرار، قرار وزارة الشؤون الدينية بفتح كنائس وإقامة القداس ولم لا لمسيحيين جزائريين نجهل عددهم، لكن الوزير قال لابد من إنصاف هؤلاء وإعادة الحق لأهله. ما رأيك في هذه الضجة التي أثيرت حول هذا القرار في عز رمضان؟ بارك الله فيكم أخي عثمان على الاهتمام بهذا الموضوع. رمضانكم كريم وتقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. شكرا. نعم أخي عثمان، نحن نستغرب مثل هذه التصريحات وظهور هذا المشهد من جديد على الساحة الجزائرية، وخاصة في شهر رمضان المبارك. هناك من ينتهك حرمة رمضان جهارا نهارا في منطقة القبائل وفي كل سنة في سلوك استفزازي، وفي نفس الوقت وزير الشؤون الدينية يخرج علينا بالحديث عن أقليات دينية لليهود في الجزائر وفتح معابد لهم، وكذلك بالنسبة للكنائس المسيحية، وكأن هناك أيادي خفية ونافذة تبدأ على الضرب على ملف الأقليات في الجزائر، والتي تريد وتهدد وحدة الشعب الجزائري في دينه وفي لغته وفي ثقافته وفي مذهبه، بعدما عجزوا عن التوغل في وحدة الشعب الجزائري لسنوات طويلة. نحن نعلم أن هناك من يريد أن يدفع إلى خلق أقليات دينية في الجزائر، والدخول من هذا الباب وابتزاز الجزائر في هذا الموضوع.
ولذلك كما تعلم أخي عثمان هناك حركة تبشيرية كبيرة وخطيرة جدا امتدت في السنوات الأخيرة في الجزائر، وتعلم بأن الدول الغربية ترصد سنويا ما يفوق حوالي 80 مليار دولار للتبشير في إفريقيا، وهو ما يفسر أن الجزائر في سنة 2006 لجأت إلى إصدار قانون الذي ينظم الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر، وذلك لشعور الجزائر بهذا الخطر الذي يهدد الوحدة الدينية في الجزائر. لكن للأسف الشديد الواضح أن هناك نوع من الانبطاح والاستسلام للضغوط الغربية على الجزائر ومنظمات حقوق الإنسان تحت غطاء التضييق على الحريات الدينية. طيب أستاذ ناصر، هناك من تدخلوا في الموضوع وقالوا حتى أن اليهود الذين ربما يعدون بالعشرات على رؤوس الأصابع في الجزائر أو المسيحيين لم يطالبوا بهذا الشيء، هناك أديرة، هناك كنائس موجودة في أماكن معينة، ربما في عنابة، ربما في تيزي وزو وهران، لكن ليس هناك طلب ملحاح سمع به القاصي والداني بأن الذين يسكنون في الجزائر ويتبعون دينا آخر طالبوا بمثل هذه الأشياء. ربما هذه مكرمة من وزير الشؤون الدينية، هذا ما قالوه. نعم والله، خاصة بالنسبة لليهود في الجزائر. نحن نعلم تاريخيا أخي عثمان أنه بعد الاستقلال مباشرة هناك أربع فئات غادرت الجزائر كلية، وهو الجيش الفرنسي والمعمرين واليهود والحركة. فإذا كان اليهود خرجوا عن بكرة أبيهم لأنهم تعاونوا مع المستثمر الفرنسي على حساب الشعب الجزائري، وقد عاشوا في ظل الخلافة الإسلامية وفي ظل الدولة العثمانية وعاشوا قرون تحت الحماية الإسلامية في الجزائر، ومع ذلك خانوا عهد الوطن وتعاونوا مع المستثمر الفرنسي على حساب الشعب الجزائري، في المعلوم تاريخيا أن اليهود قد خرجوا كلية من الجزائر. فلذلك عندما يعود الحديث الآن على وجود أقلية، هناك من يتحدث على أنهم قد يصلوا إلى 1000، ووزير شؤون الدنيا يتحدث عنهم ويصفهم بالجالية الوطنية الجزائرية، فهذا أمر مستغرب ومستهجن بشدة. لماذا؟ لأنه إذا كانت هذه الجالية موجودة فعلا وهي موجودة في السر، فأين هو دور الدولة الجزائرية وأين هي المسؤولية الرسمية على هذا الموضوع؟ إذا كانوا موجودين في السر فهذه مصيبة عامة ومصيبة طامة في الجزائر، وإذا لم يكونوا غير موجودين فلماذا محاولة الحديث عنهم ومحاولة خلق مشكلة من اللا مشكلة؟ وكأنك تحس أن هناك ابتزاز للدولة الجزائرية واستغلال للوضع البائس الذي تمر به السلطة في الجزائر، وخاصة بعد رئاسيات 2014، والحديث وكأنه نوع من استرضاء الخارج ونوع من الدعم الخارجي لهذه السلطة الضعيفة. فلذلك يعني نحن نستغرب بشدة الحديث على وجود طائفة يهودية في الجزائر، ونستغرب بشدة الحديث على مراجعة القانون المتعلق بممارسة الشعائر الدينية. لأنه عندما صدر في 2006 إنما صدر فعلا لأن هناك هجمة وهناك حملات تبشيرية كبيرة جدا وصلت إلى حد الخطر، فلذلك كان لابد من تقنين هذه الممارسات وسن هذا القانون الذي يضبط أماكن العبادة والمسؤولين عنها والجمعيات الدينية المؤثرة لها، وهي التي كانت تستهدف الحملات التبشيرية التي كانت تحت غطاء النشاطات الثقافية والتي كانت تعمل خارج القانون. أما الحديث عنها الآن بهذا الشكل فهذا مستغرب أخي عثمان، وخاصة في شهر رمضان. طيب أخي ناصر، ماذا عن الملف الآخر المسكوت عنه، وهو فصل أكثر من 230 إماما على بغير وجه حق، هكذا تقول النقابة المسؤولة عنهم لسبب واهٍ، يقولون بأن هؤلاء لم يقوموا بأداء صلاة الغائب عن الذين وقعت بهم الطائرة العسكرية في جبل الفرطاس ولاية أم البواقي. وأنت تعرف في الفقه أن هذا الأمر يعني فرض كفاية، إذا قام به شخص سقط عن الآخرين، فلماذا يلام هؤلاء ثم يفصلون بقرار رغم عدم سماعهم أمام المجالس التي تنظر في مثل هذه التظلمات؟ لماذا يطرح مثل هذا الأمر، أمر الكنائس والأديرة واليهود والمسيحيين، ويغض الطرف عن فصل أكثر من 200 إمام؟ لماذا بالضبط؟ نعم، هذه مفارقة عجيبة جداً، وهو الكيل بمكيالين. نعم، هذه الوزارة تسمى وزارة الشؤون الدينية ولا تسمى وزارة الشؤون الإسلامية، وكأنه إقرار ضمني بوجود ديانات أخرى في الجزائر. مع الحديث عن فتح الآفاق لعمل الجمعيات الدينية المسيحية وللحديث عن حقوق
الطائفة اليهودية إن صح التعبير وأنها موجودة فعلا في الجزائر أم لا، لكن بالمقابل نرى بأن هناك نوع من التضييق والتقصير وأنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية للنهوض والتكفل بقطاع الشؤون الدينية في جانبه الإسلامي، سواء من حيث بناء المساجد وبحيث الدولة مقصرة جدا في بناء المساجد كمشاريع دولة، وتركت ذلك لحرية الجمعيات الدينية وما نعرفه من الصراع الدائم والمزمن مع الأئمة، وترك المساجد عبارة عن مشاريع مفتوحة غير منتهية لأنها تكون تحت طائلة ورحمة المحسنين فقط، كما أنه يوجد هناك يعني تقصير في إيجاد المرجعية الدينية الوطنية الحقيقية. ولذلك الآن عندما تتخذ مثل هذه القرارات تحت طائلة عدم التزام هؤلاء الأئمة بالمرجعية الدينية، نحن نقول بأن وزارة الشؤون الدينية والجانب الرسمي من الجزائر هو أول من لا يحترم المرجعية الدينية ولا توجد إرادة سياسية حقيقية في ذلك. وأنت تلاحظ في عدد المساجد وتركهم كما قلت للجمعيات وأن الدولة لا تتكفل ببنائهم، هناك تقصير في إيجاد المرجعية الحقيقية للجزائر، وأنت تعلم جيدا النقاش والحبر الذي لا يزال مفتوحا حول مفتي الجمهورية بين أنه يكون شخص أو أنه يكون مؤسسة أو المجلس الإسلامي الأعلى أو ما إلى ذلك، فلا توجد إرادة حقيقية في إيجاد. نعم سأعود إليك أستاذ ناصر، بعد لحظات، سامحني فقط. المساجد بالأئمة ومعلمي القرآن وبالمرشدات الدينيات، فهناك كيل بمكيالين يعني. نعم سأعود إليك أستاذ ناصر، سأعود إليك بعد لحظات. أعود إليك أستاذ طيب، هل فعلا هذا القرار مثل ما يصفونه بأنه قرار مسيس؟ الآن السلطة حتى تتهرب من هذه المسألة قالوا لا، هؤلاء يريدون إمامة الناس بغير المذهب المتعارف عليه في الجزائر، بمعنى أنهم لا يتبعون المذهب مالكي وإن هؤلاء سلفيون، ولكنهم يخفون ذلك. السبب هو أن هؤلاء الأئمة لم يصلوا صلاة الغائب على الذين سقطت بهم الطائرة فقط، بحجة أن هناك أئمة كثر في الجزائر قاموا بالواجب ويكفي. لماذا لازم 48 ولاية في الجزائر جميع أئمتها لازم يصلوا على الطائرة هذه اللي سقطت؟ يعني هم الآن بين يقول لك هذا القرار مسيس، الآخر يقول لك لا هذه مرجعية. لا نعتقد أن القرار فيه هذا مسيس بالتأكيد، وأكثر من ذلك هذا القرار العذر الذي قدمه كما يقال عذر أقبح من ذنب، لسبب بسيط: صلاة الغائب ليست فرضا حتى في الفقه الإسلامي، وإذا قام بها البعض سقطت عن البقية. أصلا هي حتى ليست فرض كفاية، لأن صلاة الغائب عادة في المذهب المالكي تحديدا صلاة الغائب لا تقام بكثرة، هي معروفة في الشرق أكثر، وهو يعني تقريبا شكل من أشكال صلاة على الميت غير منتشرة عندنا في المغرب العربي. صلاة الغائب كنا دائما نصلي على الجنازة أكثر ما نصلي على الغائب، ولكن هذه دخلت إلينا من جديد يعني من مستحدثات نعم في منطقة المغرب العربي عامة، في منطقة المغرب العربي في تونس وفي الجزائر وفي المغرب يعني حقيقة. ولكن الحكومة قدمت تبريرا لفصل الأئمة بطريقة تعسفية. المفروض قلنا ننتظر منها أن تعطي الأئمة العناية الكاملة وأن تعطيهم الأدوات التي يجعلهم يقومون بدور الفتوى والرعاية الدينية في المساجد، انتهى بها أن تطرد الأئمة من المساجد. ثم حتى هذا الذي يقال عن أنه هذا الطرد جاء نتيجة هؤلاء الأئمة ربما يتبعون المنهج السلفي وليسوا على مالكيين. وليسوا مالكيين، هذه مسألة مهمة. أولا المذهب المالكي الإفتاء الآن أصبح عاما، وحتى هؤلاء الأئمة أنا متأكد أنه ليس كلهم أو ليس وأغلبهم هم يتبعون المذهب المالكي، بدليل أن المواطنين لم يشتكوا، لأن المواطنين عامة، المواطنين العامة عندنا عامة مالكية، إذا ما جاءها إماما أو مفتيا على غير هذا المذهب هي بدها لن تقبل وستحتج، ولكن لم يشاهد هذا الاحتجاج لا عند المصلين ولا عند الناس. الذي رأيناه أن السلطة، هذه السلطة تأخذ قرارا فرديا بطريقة تعسفية، لا هي تركت طريقة للتظلم لهؤلاء المطرودين، ثم لا هي أيضا أرسلت إنذارات أن تقول لهم هذه شروط الفتوى، ثم هذه أساليبها، ثم هذه أساليب حتى التعيين عندنا للأئمة. كل هذا الأمر لم يتم إطلاقا، ثم حتى لم تنشر مثلا كراسا للأئمة فيه نوعا من الشروط وهو نوعا من إن صح التعبير طريقة في التعامل وفي الفتوى.
هذا كله لم يحضر أخي، هذا كله لم يحضر. أعتقد أن السبب الرئيسي فيه أن هؤلاء الأئمة يقولون آراء لا ترضي أهل السلطة، سواء أنهم يتدخلون بشأن سياسي أو فقهي لا يساعدهم، وفي وأيضا ربما أنهم لا يقبلون بالتوجيهات التي لا يرونها مفيدة لوزارة الشؤون الدينية، لذلك وقع طردهم بطريقة تعسفية. والمطلوب أن يقف الجميع معهم، وكان عليهم أن يقع تنذيرهم إحذار، ثم أيضا مساءلتهم سمعهم. ثم بعد ذلك الانتهاء إلى هذا القرار الذي رأيناه. القرار بدأ تعسفيا واستمر تعسفيا، والذي زاد الطين بلة أنهم يقولون كلاما تبريرا لهذا الإجراء، وهو تبرير حقيقة تعسفي وظالم، ويؤكد ويشي أن هذه الوزارة لا تهتم بالأئمة الذين هم الآن مجال للرعاية في الجزائر، وهو كما قال ضيفكم من الجزائر اهتمت بمسائل أخرى ليست ذات إلحاحية. نعم. فتح دور عبادة للطوائف الأخرى. نعم أستاذ ناصر، أعود لك أستاذ ناصر حمدادوش البرلماني والقيادي في حركة حمص. أستاذ ناصر، ألا يخطر في بالكم وأنتم أعضاء في البرلمان توجيه سؤال أو سؤالين أو ثلاثة ولما لا للوزير الجديد وزير شؤون دينية محمد عيسى لاستجوابه حول هذه القرارات الفجائية والجوزافية ولما لها كذا توصف، فصل الأئمة، قرار بناء الكنائس، فتح أديرة، غض الطرف عن الفساد والرشوة في هذا القطاع مثل ما تسرب الفساد أيضا في القطاعات الأخرى، لكن القليلين فقط يتحدثون عن الفساد الذي دخل حتى وزارة شؤون دينية. الآن هناك من المؤذنين من يعطون رشوة من لمديرية شؤون دينية على مستوى الولايات حتى يعينون قريبا من سكناهم من إقامتهم. ألا يخطر ببالكم طرح سؤال أو سؤالين أو استجواب ولما لا من قبل مجموعة برلمانية على طرح هذه الأسئلة على وزير شؤون دينية الجديد في البرلمان؟ نعم أخي عثمان، نحن يعني في كل مرة يعني البارحة فقط كان وزير شؤون دينية في البرلمان وقد وجه إليه سؤال شفوي حول ضعف التأطير. أيوة. وضعف عدد الأئمة مقارنة بعدد المساجد. فنحن دائما نقوم بهذا الدور بإذن الله تعالى، ولكن لا حياة لمن تنادي، لأن المسألة أكبر من الوزارة في حد ذاتها وأكبر من الوزير في حد ذاته. المسألة متعلقة بإرادة سياسية عليا بعدم النهوض بهذا القطاع لخلفيات إيديولوجية ولخلفيات متعلقة بالنفوذ الفرنسي في الجزائر، ولذلك هم لا يريدون أن تكون هناك مرجعية دينية وطنية جزائرية حقيقية، ولا يريدون أن يكون هناك لدينا أئمة وعلماء أكفاء في المستوى يؤدون الوظيفة الدينية والدور الديني للحفاظ على القيم والثوابت وأبعاد الهوية الوطنية. هم غير معنيين بإعطاء الفتوى في الجزائر، هم غير معنيين حتى بمجرد إقناع الأئمة. المسألة عندما تتجه إلى المعاقبة القانونية والإدارية هذه حجة الضعيف. الأصل أن الوزارة تقوم بواجب التكوين العلمي الحقيقي والإقناع العلمي الحقيقي والقاعدة العلمية الحقيقية التي يقوم بها الأئمة في إطار الوظيفة الدينية. فلذلك يعني كما قلت يعني دورنا في البرلمان سنقوم به في كل مجالات بما فيها هذه المسألة المتعلقة بانتهاك حرمة رمضان والمجاهرة بالاعتداء على معلوم من الدين بالضرورة، وعدم التدخل الرسمي في وضع هؤلاء عند حدهم عندما يستهزئون بركن من أركان الإسلام دون التدخل الرسمي والحزم بالقوة. فهذا كله يعتبر استهزاء بالدين وكله يطعن في المصداقية والشرعية الدينية في الجزائر. طيب أستاذ ناصر، قبل أن نأتي إلى مسألة الإفطار في رمضان جهارا نهارا مثل ما تقولون، دعنا نعود إلى مسألة المرجعية. هذه المسألة سالت الكثير من الحبر. في الأول كان هنالك في الجزائر المجلس الإسلامي الأعلى، ثم بعد ذلك كانوا يفكرون في إيجاد منصب جديد في الجزائر اسمه منصب المفتي العام. بعد ذلك قيل بأنهم لم يجدوا هذا الشخص الذي يمثل دور الإفتاء في الجزائر والكل يرضى عنه، فعادوا من جديد وقالوا بلاش الإفتاء ودار الإفتاء والمفتي، ولنؤسس أكاديمية فقهية. ألا يفسر هذا بالتخبط الدائر في وزارة الشؤون الدينية بحجة غياب الندوات واللقاءات وحضور العلماء لمناقشة مثل المسائل؟ نعم، هذا ما نؤكد عليه أخي عثمان بأن هناك ارتباك حقيقي ولا توجد إرادة حقيقية للنهوض بهذا القطاع ولا بالحديث عن المرجعية الدينية. الأئمة يعاقبون بعدم احترام المرجعية، ولكن كما قلت الدولة بأكملها عاجزة عن إيجاد هذه المرجعية
الموثوق بها رسميا والموثوق بها علميا والموثوق بها شعبيا. ولذلك مسألة المفتي أو دار الفتوى أو المجلس الإسلامي الأعلى أو الجهة التي تتكفل بالفتوى، والآن الحديث كما قلت عن أكاديمية للعلوم الفقهية بدل المفتي الجمهورية، فقلت هذا كله يدل على هذا الارتباك وعدم وجود الإرادة السياسية في ذلك. وهذا يعني هذا وهذه حالة عبثية وحالة مزرية يمر بها قطاع الشؤون الدينية في الجزائر، بالرغم من وجود نوع من الاستقرار في الوزارة، ولكن كما قلت هذه المناصب سياسية وإدارية أكثر منها مناصب علمية، فلذلك نجد هذا الارتباك وهذا التردد وهذا التخبط في إيجاد المرجعية الدينية في الجزائر. وكما قلت هذا يدل على الحالة البائسة التي نمر بها. للأسف الشديد الجزائر متأخرة جدا سواء في عدد المساجد أو في وجود المرجعية الدينية أو في وجود النشاطات العلمية ذات البعد الدولي وذات البعد الوطني الحقيقي. إذا كانهم يتحدثون عن المذهب المالكي فلا يوجد هناك من يخدم المذهب المالكي، ولا يوجد تدريس للمذهب المالكي في الأطوار التعليمية، ولا توجد أبحاث علمية حقيقية تراعي الخصوصية الجزائرية، ولا توجد كما ذكرت الملتقيات الفكرية والفقهية التي ترقى بالمرجعية الدينية في الجزائر. فلذلك يعني هذه مسألة هزلية أخرى تضاف إلى مهازل ومنظومة الفشل التي نعاني فيها في البلاد. شكرا جزيلا الشكر لك أستاذ ناصر حمدادوش البرلماني والقيادي في حركة حمس، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. عود لك أستاذ طيب، هو الوزير برر الحديث عن اليهود والمسيحيين بجملة ضحك منها الكثيرون، قال بأن هؤلاء اليهود يحبون الجزائر كثيرا. كيف عرف أن هؤلاء يحبون الجزائر؟ هل يعني قام باستفتاء يعني استجواب، ذهب من بيت إلى بيت مسيحي وقال لهم بلي هل أنتم تحبون الجزائر أم لا، ثم قال لا هؤلاء يحبون الجزائر وبالتالي لابد لهم من كنائس وأديرة و إيش المشكلة؟ يعني حتى في اليمن زمان كانوا هكذا يقولوا بلي هذو ما يحبون هذو اليهود يختلفون عن اليهود هناك ويحبون اليمن، وقيل هذا الكلام في إثيوبيا بعد شهور هؤلاء سافروا إلى إسرائيل، خلاص باي باي لليمن ولإثيوبيا. إذن كيف نبرر نحن هذا الحديث الذي أجرى أو أصرح به وزير الشؤون الدينية أن هؤلاء وطنيون ويحبون الجزائر؟ طيب أولا يعني يجب هذا قال من حقهم السلام. لا طيب لا هو الحقيقة حتى نكون صادقين، مدام مواطن جزائري يعيش في داخل الجزائر فهو لا نفتش في قلبه، نعتبره مواطن له كامل الحقوق وعليه كل الواجبات، وهو اللي عنده الحق في دور العبادة يكفلها القانون. هذا مبدأ عام، وهو ينطبق على المسلمين وينطبق على الأباضيين من المسلمين وينطبق على اليهود وينطبق على الأباضيين المسلمين. يا أخي المسلمين ينطبق، قصدي أنه كل إنسان عنده حق في الذي يرى. أو المشكل وين؟ المشكل هو ليس في بناء دور للعبادة لليهود، المشكل جعل هذا الموضوع جعله مجال للمزايد، لأنه إذا كان العدد قليل ضئيل طيب ليش كل هذه الهيلمان المجيد وندوة صحفية وسيقول لهم وهم مواطنون جزائرون يحبون الجزائر، لماذا ذكر؟ هي رسالة ربما البعض قالوا أنها رسالة موجهة هي رسالة للخارج لما وراء البحر. هي رسالة، هي ليس تعبير عن حالة جزائرية، لأن هؤلاء 1000 2000 هم ممكن يلتقي بهم فردا فردا ويقول لهم طيب ماذا تريدون؟ نريد من مكان نتعبد فيه أن تقربوا من بعض، خلاص انتهى بدون ندوة صحفية. ولن يعترض جزائري يقول أن مواطن يسكن في الجزائر في أحد أحياء العاصمة جعلوا له مكانا للتعبد على قدر حجمه، الجزائريون سيعترضون؟ لن يعترض أحد. ولكن كما قلت لك هذه طريقة، هذه رسالة، هذه طريقة للبحث على شرعية أخرى لهذه السلطة الفاقدة للشرعية، هذه البحث على أننا نحن معتدلون وفي الجزائر فيها تعدد ديني. الجزائر ليس فيها تعدد ديني، وحتى إذا هذا التعدد هو تعدد هامشي ليس مثل الدول ذات الطوائف المتعددة. الجزائر لا تعتبر دولة ذات طوائف متعددة، ونقول دولة فيها المسيحيين وفيها اليهود بأنساب قليل، وهم يعدون عروس أصاب. هذا طيب طالما هي مثل رسالة مثل الجزائر مثل تونس مثل المغرب، اليهود عاشوا بيننا تمتعوا بحماية المواطنين الجزائريين وبحماية الجزائر على مدى قرون. الجزائر لم يسبق لها أن طردت يهوديا من بلادها، أما هذه محاولة الآن الاستفادة
والعزف على هذا الوتر وتصوير الجزائر على أن الدولة فيها تعدد وأن اليهود مرحب بهم. أعتقد هذا هو بحث على رضا وشرعية خارجية. الجزائريون في غنى عنها، الجزائريون الآن يطلبون من هذه الوزارة أن تعتني بالقطاع الكبير من الأئمة في الجزائر، بآلاف الأئمة، آلاف المساجد في حاجة الآن إلى رعاية. هل تصبح الجزائر الدولة الغنية التي تعطي الإعانات لجيرانها؟ أجورهم ضعيفة، أجور ضعيفة، أجور ضعيفة، أوضاع الاجتماعية بائسة. ثم المساجد، المساجد هذا وجه للجزائر. المساجد الآن يتنافسون على في العواصم الكبرى على بناء المساجد وإظهار الوجه الحضاري للجزائر. يجب على الجزائر الدولة أن تعين المساجد في كل الولايات، كل الولايات. لا يصبح المسجد ينتظر الإعانات المحسنين، ينتظر المصلين يأتوا يوميا حتى يعطوا بعض الأموال حتى يقوم ببناء الحائط، ثم يأتي بالحصير، ثم يأتي أيضا يصنع المنبر. كل يعني مسجد في الجزائر يبنى على 10 سنوات، هل هذا معقول؟ هو قبل هذا سيد طيب، ولو أنه الوزير قال في الندوة أنه الحكومة تبذل ما في وسعها لبناء هذا المساجد، ولو أنه هذا تصريح فضفاض شوية. الشعب هو اللي قاعد يبني في المساجد، مش الحكومة ولا الوزارة ولا الدولة. لكن فقط أنا أريد أن أعلق على مسألة رسالة وراء البحر موجهة للعالم الخارجي، الاتحاد الأوروبي خصوصا الولايات المتحدة، بأنه إحنا نهتم بالأقليات. لماذا لم نسمع أو لم نتلقى أي رسالة من الاتحاد الأوروبي أو الدول الكبرى بخصوص الأقليات المسلمة اللي عايشة في أقلية الروهينجا مثلا، ولا الأقلية المسلمة اللي عايشة في أفريقيا الوسطى؟ لماذا إحنا لا نصدر رسائل موجهة لهذه الدول الكبرى بأن يعتنوا بالأقليات المسلمة في هذه الدول، طالما أنه أنت تريد أن تبلغ العالم بأنك تهتم بهذه الأقليات مسيحية ويهودية؟ لماذا لا ترغم أو لا تطلب من الدول الكبرى بأن تهتم بالأقليات المسلمة في الدول الأخرى؟ طيب أخي عثمان، أنا أقول لك شيء أكثر من هذا وأقرب بكثير. أنت تعرف الجالية الجزائرية في فرنسا؟ أيه؟ جالية كبيرة، وفي كثير من المدن لمجرد أنها احتفلت بانتصار فريقها في البرازيل ورفعوا الأعلام الجزائرية. هل تعرف عمدة باريس منع كراء مساحات في داخل العاصمة حتى يتجمع الجزائريون مع المغاربة والتونسيون حتى يشاهدوا الفريق الجزائري؟ هل تعرف أخذت مدينة ليون وبعض المدن الفرنسية الأخرى قرارا بمنع رفع العلم الجزائري؟ بمرفع العلم الجزائري. طيب هذه الجزائريون في فرنسا هناك القريبة، لماذا لم يقع الاعتناء بهم؟ لماذا محاربتهم؟ أنت تعرف هذه المسلمة في فرنسا التي أطردت بلباسها الإسلامي، أطردت من العمل وتظلمت للقضاء والقضاء لم ينصفها، وذهبت وقال القضاء قال قرار طردها قرار صحيح، وذهبت للأوروبا للمحكمة الأوروبية، والمحكمة الأوروبية لم تجد هذه المسكينة المسلمة حتى في المحكمة الأوروبية. وقع مصادقة على قرار المحكمة الفرنسية وقالوا لهم الحق في طردها لمجرد أن لباس، حتى أن الصحافة البريطانية علقت ساخرة على هذا القرار الأوروبي في بلاد حقوق الإنسان. طيب هذه هؤلاء الذين توجه إليهم لنقول لهم نحن معتدلون، عندنا طوائف نقبلها ونحافظ عليها، لماذا فرنسا، لماذا لم توجه الجزائر رسالة شديد اللهجة إلى فرنسا من أجل حماية الجزائريين والمطالبة بحريتهم؟ أفريقيا الوسطى وبورما، أفريقيا الوسطى، ويطالبون الجزائريين بالحفاظ حقهم أن يرفعوا علمهم، أن يحيي بلادهم، هذا حق كل مواطن في أي بلاد. فلماذا إذن الاهتمام فقط ومن منطقة الدونية هذا الذي يعيشه العرب في الجزائر وفي تونس وفي المغرب؟ لماذا؟ نعم، هذا تساؤل مطروح ويبقى مشروع أستاذ طيب. الآن مشاهدينا الكرام نسعد بانضمام الدكتور عبد الرزاق قسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. والدكتور عبد الرزاق قسوم، لمن لا يعرف، أحد الدعاة والعلماء في الجزائر. دكتور عبد الرزاق، ما هو أبرز تعليق لك حول ما صدر عن الوزير وزير شؤون دينية حول بناء الكنائس وفتح أديرة والاهتمام بالأقليات اليهودية والمسيحية وما إلى ذلك؟ هنالك ضجة أثيرت حول هذا القرار. على كل حال السلام عليكم أولا، وأحيي مستمعيكم، وبمناسبة عيد الاستقلال 52 أترحم على شهدائنا، وأحيي الأوفياء من مجاهدينا الثابتين على ثوابت. شكرا. أما بالنسبة للإجابة عن سؤالكم الهام والقيم، فنحن نعتقد
أن ما قاله السيد معالي وزير الشؤون الدينية هذا يتحدث باسم مؤسسة ولكنه لا يتحدث باسم الشعب ككل. لذلك نعتقد أن للمؤسسات الحكومية منطقها وللمؤسسات والمنظمات والهيئات الشعبية منطقها أيضا. فبالتالي نحن نعتقد أن إذا كان هنا إذا كانت هناك كنائس أو بيع كانت من العهد القديم ولا يزال الناس يتعبدون فيها، نحن ليس لدينا أي عقدة مع هذا، بالعكس نحن نشجع التمتع الأقليات بحقوقها ما دامت هذه الحقوق مضمونة لها من قبل، لكن أن نشجع بناء الكنائس من جديد أو أن نفتح كنائس جديدة لمن لا يستحقون ذلك فهذا نعتقد أنه مخالف للمنطق الديني وللمنطق الوطني كما نؤمن به وكما نسعى إليه. نعم، وهنالك من يضيف الدكتور عبد الرزاق بأنه هذا القرار لم نفهم بعده أتى من هذه الأقليات أم أن الحكومة تبركت بهذا المقترح وجعلته بين يدي هذه الأقليات، هذا أولا. ثانيا يتحدثون عن رسالة، ربما رسالة موجهة للاتحاد الأوروبي، موجهة للدول الكبرى بأن البلاد أو أن الجزائر تهتم بحقوق الإنسان وما إلى ذلك. كيف تفهم أنت ثنايا هذا القرار وتداعياته؟ أولا حقوق الإنسان هذا جامع مشترك بيننا وبينهم. نعم. بقدر ما نحن يجب علينا أن نكون أوفياء لحقوق الإنسان هم أيضا مطالبون بذلك، لكن لماذا لا يقع احترام حقوق الإنسان من جانب الاتحاد الأوروبي ومن جانب المنظمات الإنسانية الأوروبية عندما يعتدى على المساجد، عندما تكتب الشعارات المعادية للإسلام، عندما تكتب المقالات المضادة لنبينا عليه الصلاة والسلام، عندما يتم الاعتداء بشتى أنواع الاعتداءات على مواطنينا وعلى إخواننا لا لذنب إلا لأنهم مسلمون. فإذا كان ولا بد من توجيه خطاب إلى الاتحاد الأوروبي فينبغي هو أيضا أن يوجه إلينا خطاب نفسه، وهو أن يشجع الاعتدال والتسامح والتعايش والتنديد بالذين يعتدون على مواطنينا وعلى مساجدنا وعلى مقدساتنا وما إلى ذلك. إذن نحن نعتقد أن الإنسان أو المجتمع أو الدولة بقدر ما تكون قوية وبقدر ما تثبت وجودها في الساحة العالمية بقدر ما تكتسب الاحترام اللازم، لكن عندما تحاول أن تتبنى مواقف ليست هي يعني جزءا منها أو ليست هي ضالعة فيها فهذا نعتقد أنه أقل ما يقال فيه أنه مساس برموز الوطن وبشهداء الوطن وبثوابت الوطن التي نؤمن بها جميعا. دكتور عبد الرزاق، كنت قد سألت ضيفي من الجزائر حول ما وصف بالتخبط الذي وقعت فيه وزارة الشؤون الدينية، مرة هنالك الإبقاء على المجلس الإسلامي الأعلى ثم بعد ذلك البحث عن شخصية يتفق عليها جميعا هي شخصية المفتي، ثم بعد ذلك إنشاء دار إفتاء، ثم العودة من جديد إلى ما سمي بفتح أكاديمية فقهية. كيف تعلق على هذا القرار بعدما كان الجميع ينتظر قرار تنصيب شخصية على أساس أنه مفتي الجزائر؟ كل البلاد الإسلامية التي تملك يعني تشريعا إسلاميا لها تبكي بتم معنى الكلمة، ونحن نعتقد أن الجزائر لا ينبغي أن تشد عن هذه القاعدة، بل بالعكس يجب عليها أن تكون سباقة إلى إيجاد شخصية متميزة علميا وثقافيا ووطنيا وما إلى ذلك. لكن لا مانع عندنا من أن تكون هذه الشخصية شخصية المفتي محاطة بهيئة للإفتاء، محاطة بلجنة، محاطة بكذا، ولكن أكاديمية هذا يعني شيء جديد علينا لم نسمع به من قبل. ونعتقد أن السيد وزير الشؤون الدينية جديد في الساحة ولا يزال يبحث عن الصيغ التي يمكن أن تجد قبولا، وهذا نعتقد أنه ليس هو الصيغة النهائية، فلعل هذه محاولات
يمكن أن يسأل عنها هو عن دوافعها وعن أسبابها، نحن لا نتدخل في شؤون الدنيا الخاصة. دكتور عبد الرزاق، ما تعليقك حول ما صدر عن هؤلاء الذين قيل بأنهم جهروا بالاعتداء على رمضان والإفطار في وضح النهار والشمس في رائعة النهار كما يقولون في مناطق القبائل، منطقة تيزي وزو بالأحرى، ولكن هؤلاء يعدون رؤوس الأصابع؟ الكل يتساءل أين هي الدولة؟ لماذا تسمح لهؤلاء بأن يجاهروا بإفطارهم؟ وهذا اعتداء على حرمة الصوم وعلى حرية الآخرين في الصوم وهم أغلبية. نحن نعتقد بأن هذا نوع من الاستفزاز الذي لا معنى له، لا من الناحية الوطنية ولا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية الدينية. نحن ليست لدينا أي عقدة من أن يصوم أحد أو لا يصوم. هذا الإسلام يكفل مبدأ لكم دينكم ولي ديني، ولكن الإنسان المذبذب الذي يعلن أنه منتمي إلى المجتمع الإسلامي ثم بعد ذلك يعتدي على أخلاق وعلى قيم وعلى معتقدات المجتمع الإسلامي، هذا أقل ما يقال فيه، هو ضعيف شخصية، مذبذب، لا وزن له ولا قيمة له. وبالتالي نحن نعتقد بأن الدولة من حقها أن تتبنى من أجل أن تحمي الأغلبية التي تحافظ على تدينها، تحافظ على أخلاقها، خصوصا عندما يكون هناك أطفال، عندما يكون هناك يعني مجتمع عامي يشاهد هذا الاستفزاز وهو يعيش بدون أي قمع وبدون أي توعية وبدون الإعادة إلى الصواب. لذلك المجتمع الإسلامي لا يحس بأي ذنب أو بأي عقدة عندما يجد أن هناك من لا يصوم، لكن نطالبه بأن إذا بليتم فاستطيعوا، فماذا بنا إذا ابتلي أحد من هؤلاء أن يأكل خفية أو أن يغيب عن الناس. وأعتقد أن القضية لم تعد قضية دينية وإنما تسيست وأصبحت يعني قضية اعتداء الوطنية واعتداء على ثوابت الوطن واعتداء على مقدسات الوطن، وهذا هو الذي نحمل الدولة مسؤولية أن تحمي البلد وتحمي المجتمع من الاعتداء على مقدسات وعلى ثوابت وعلى مؤسسات الوطن الثابتة. سؤال أخير دكتور عبد الرزاق عن فصل هؤلاء الأئمة، هل فعلا مثل ما تدعي وزارة الشؤون الدينية بأنهم أخلوا بالمرجعية الفقهية في الجزائر وابتعدوا عن المذهب المالكي وراحوا يصطادون في مذاهب أخرى، أم أن القرار مسيس مثل ما وصفه البعض بأن هؤلاء لم يقوموا بواجب الكفاية وهو ليس فرض عين بخصوص صلاة الغائب عن الذين انتقلوا لرحمة الله عند سقوط الطائرة العسكرية؟ أولا ينبغي أن نفصل بين الوعي بأهمية المذهب المالكي والوحدة المذهبية وتجمع المجتمع حول مذهب معين. نحن أيضا هنا ليست لدينا أي عقدة مع أي مذهب كان، ولكن ما الذي يفتقده هؤلاء الأئمة إن صح هذا، ما الذي يفتقده هؤلاء الأئمة في المذهب المالكي حتى يذهبون إلى اللامذهبية؟ لأن كل ما يوحد الوطن وكل ما يوحد المجتمع نحن ينبغي أن نعززه وأن نقدسه وأن نثبته، لكن أن يذهب بعض الأئمة للتنطع وإلى إعطاء المثل السيء في عدم التقيد بثوابت وبمبادئ وبمذهبية الأمة، هذا كذلك نختلف معهم فيه. إنما القضية لا تحل بالقمع والفصل، ولكن تحل بالتوعية وبالحوار وبالنقاش وبدعوة هؤلاء إلى العودة إلى الصواب، ومن كان على حق فينبغي أن يعود إلى هذا الحق. جزيل الشكر لك دكتور عبد الرزاق يسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، كان معنا من الجزائر عبر الهاتف. عود أستاذ طيب، في خصوص قضية المرجعية خاض فيها الكثيرون بأن هؤلاء ليسوا سلفيين وإنه حري بالأئمة أن يتبعوا مذهب السلف، والجزائر لا تزال في المذهب الفقهي ولا بد من الخروج من هذا المذهب نحو بحر المذاهب الأخرى وما إلى ذلك. هل معنى هذا أن الإمام مالك رضي الله عنه لم يكن سلفيين أم ماذا؟ على كل حال هناك خلط في هذا المسألة، هناك خلط كبير لسبب بسيط. الإمام مالك إمام دار الهجرة كان يتبع
منهج السلف، بمعنى يقول هو ذاته لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهذا هو قاعدة المذهب السلفي في عمومه. القضية الآن أنت لا تستطيع في الجزائر أو في أي دولة أخرى، لا تستطيع أن تمشي إلى الآلاف من الأئمة وتفرض عليهم أن يكونوا مالكيين. هذا نوع من طلب المحال. المالكيين تكون مؤسسة إفتاء مثلا تتبع وتقول أنها تتبع المذهب المالكي والإفتاء المالكي. مثلا قرار الوزارة السابق باعتماد منصب المفتي وتحويل هذا المقترح الذي يقال أنه وقع تجهيزه بالكامل ولم يبق إلا بت رئيس الجمهورية فيه، الآن جاءت الوزارة الجديدة، جاء الوزير الجديد وتراجع عنه ربما بتدخلات واضح اللي هي حتى التسمية، هذه التسمية الفرنسية الأكاديمية الفقهية لتسمية عندها ثقافة فرنسية، أعتقد أنه فيه نوع من التدخل. أعتقد أنه منصب المفتي في دول المغرب العربي، إذا سمحت لي أن أقارن بدول المغرب العربي، أولاً هذا هو مذهب واحد، وأيضاً منصب المفتي موجود في تونس وموجود في ليبيا. المنصب المفتي منصب يستطيع أن يكون عنده مركزية في المرجعية الفقهية. تصبح الأئمة وقتها الباقين لا تستطيع أن تفرض عليهم، يحتكمون عنده، لا يا أما يحتكمون عنده أو حتى يكونون أحرار في الإفتاء، ولكن يصبح ثمة إفتاء رسمي معبر عن المرجعية الفقهية للبلاد يعبر عنه مفتي الجمهورية وهو بتعيين من رئيس الجمهورية. يصبح بعدين أئمة المساجد في كل المناطق في الجزائر يعبرون على ذلك الإمام، يقبله الناس، ثم أيضا يعبر هو على قناعاته الفقهية، مرات ربما يفتي بما رأى الإمام مالك ومرات لا يفتي، ثم لا يفتي بما يرى الإمام مالك ويفتي بمذهب آخر أو بآراء فقهية آخر. ثم لا تنسى أخي، نحن الآن لسنا في القرن 19، الآن المذاهب لما كانت متقاسمة كانوا مثلا، أعطيك مثال، كان الدولة العثمانية دولة كانت تقريبا تعتمد بصفة رسمية المذهب الحنفي، ولذلك تجد مثلا دولة كيف تونس كان فيها مذهب المفتي الحنفي، كانوا يقولون أنا تمشي تذهب إلى المفتي الحنفي أو تذهب إلى المفتي في جامع زيتون أي في أول مالكي، كان ثم مفتيين لسبب بسيط، لأن النخبة التركية كانت نخبة تريد مفتي حنفي خاص بها، وعامة التونسيين كانوا يريدون المذهب المالكي، فكان ثم مفتيين. يعني عمليا الآن الشباب الجديد، الناس لم تعد تهتم كثيرا بأنه هذا الإفتاء هذا مالكي وحنفي، هذا مرحلة تاريخية مرت لن تعود. الآن ربما في الدول التي تعاني في مشاكل طائفية مثل العراق مثل سوريا مثل الدول الأخرى فيها تعدد طائفي، عندها أصبح الحديث على أنه هذا سني مالكي وسني حنفي وسني حنبلي أصبح غير ذي معنى. ولذلك نحن الاهتمام في المغرب العربي لمواجهة السلفية تقول لهم نحن مالكية لا نريد أن نغير من مذهبنا، السلفية والمالكية ليسوا متناقضين، ولكن الدولة هي تأتي دائما تطرح دائما حجة الوحدة، تقول لك إذا تركنا الحبل على الغارب معنى ذلك تصير فوضى في البلد، هذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنفي وهذا سلفي وما إلى ذلك، فنحن نحافظ على البقاء بفقه واحد مذهب واحد حتى نحافظ على وحدة الشعب. أي هذا قلنا، أفرض مثلا أن السلفيين قالوا نحن لا نصوم اليوم نحن نصوم غدا، لم يثبت رؤية الهلال، والآخرون قالوا لا لقد ثبت رؤية الهلال مثلا في أضرار، هذه فوضى. هذه فوضى طبعا، والمفروض ثم شيئين في هذه النقطة خاصة في الصيام، وهذه وقعت في كل الدول الإسلامية تقريبا. طيب ثم بعض الناس حتى في أوروبا، هنا أنت تعرف أخي عثمان بعضهم ذهب لفتوى مجلس الإفتاء الأوروبي، البعض الآخر ذهب لفتوى في المملكة العربية السعودية، بعضهم اتبع مجلس الإفتاء الأوروبي الذي صام يوم السبت، وبعضهم اتبع المملكة العربية السعودية التي صامت يوم الأحد. القضية ليست هنا، الدولة إذا أرادت أن تعتمد مذهبا فقهيا في الإفتاء، إذا أرادت أن تعتمد مذهبا فقهيا في الإفتاء فلتؤسس مؤسسة إفتاء تعبر عن مذهبها الرسمي، ولكن دون أن تحجر لا على الأئمة ولا على الشيوخ الآخرين في مختلف المناطق أن يفتون بما يرون، ولا تحجر على الناس فتذهب تطرق البيوت وتقول له أنت صمت يوم السبت أم صمت يوم الأحد، هل صمت على مذهب الإمام مالك أم صليت الفجر مثل السلفية في قريب من الشروق أم صليته في الغلس، لا لا أبدا، نحن لا نقول هكذا. إذا أرادت الدولة أن تعبر على توجها مذهبيا
فقهيا مركزيا موحدا، فلتصنع مؤسسة إفتاء تعبر على هذا الرأي وتترك الناس يفتون كما يشاءوا بدلا من التمييع. طبعا لأن الكثيرين اعتمدوا على هذه المسألة حتى يميعوها، وبالتالي فالناس تشمئز وتتعب مثل هذه الطروحات وتقول انظر لهؤلاء المسلمين لم يتفقوا حتى على موعد الصيام أو موعد الإفطار في العيد وما إلى ذلك من هذه المسائل. ولذا فالكثيرون يقترحون إنشاء مراكز أو مراجع ولما لا حتى تبت في مثل هذه الأمور. هو على كل حال الإفتاء في ذاته الآن أصبح في زمن الفضائيات وزمن تقريبا الاجتهادات المختلفة والكثيرة والمفتوحة، أصبح اعتماد مذهب واحد مستقر وتلزم به الناس صعب. ولكن حتى أنك لا تستطيع ماذا تفعل؟ تعمل ما تصنع، تنشئ مؤسسة إفتاء مركزية في البلاد تعبر على هذا التوجه الإفتاء المركزي، والدولة في ذاتها مثلا احتفالات العيد المفروض المؤسسة الإفتاء المركزية تقول الجزائر تحتفل بالعيد في اليوم كذا وتبدأ الصيام في يوم كذا وتحتفل بالإضحى في اليوم كذا. هذا معقول، هذا مفهوم. أما أن تترك الأمر كما قلت أخي عثمان، تتركه سداح مداح كما يقال، ثم بعدين تأتي للأئمة وتعاقبهم وتطردهم من عملهم لأنهم تشجعوا وأخذوا موقفا فقهيا مخالفا، كيف يكون هذا؟ هذا لا يكون. أنت أعمل مؤسسة إفتاء تعبر على رأيك في الإفتاء وتوحد المواعيد الدينية في البلاد، عندها نقول الذي أفتى بغير هذه المؤسسة أو حاول أن يقيم في مسجد ما مثلا عيدا في غير العيد الرسمي للدولة عندها يقع معاقبته. أما طرد الأئمة بهذا الشكل، طرد الأئمة بهذا الشكل أعتقد فيه ظلم كثير لهم، فيه ظلم للأئمة، وفيه أيضا كما قلنا في أول هذا البرنامج الكريم، قلنا أن الأئمة في الجزائر لا يجدون من الرعاية التي يستحقون ولا يجدون من الاهتمام الذي يعني يطلبون. مسألة أولويات. نعم. طيب الآن مشاهدنا الكرام دعونا نستمع لوجهة نظر أخرى. أرحب بانضمام الأستاذ كمال جمازي القيادي في جبهة الإسلامية للإنقاذ. أستاذ كمال، ما موقفك أولا أو تعليقك بالأحرى أو وجهة نظرك حول هذا القرار الصادر عن وزارة الشؤون الدينية بفتح كنائس وأديرة لما سموه في الجزائر بأقليات يهودية مسيحية وما إلى ذلك؟ الكثيرون اشمأزوا من هذا القرار وصاروا ينظرون إليه بعمق بالريبة والشك، فما رأيك أنت؟ نعم أستاذ كمال. نعم أنا أسمعك. لا مش معك كمال، معك طاهر بالأخضر. طاهر بالأخضر ليس كمال. نعم تفضل أستاذ طاهر. وأسأل الله عز وجل يتقبل منا جميعا صيامه والقيام ويجعلنا من الصالحين. أما بما يتعلق بهذا القرار الذي تكلمت عنه وزارة الشؤون الدينية فيما يتعلق بالأقليات اليهودية والمسيحية، فإنه أعتقد أن القضية السياسية بالدرجة الأولى من أقليات تحترم ويتذكر شأنها الآن. أعتقد العملية بدأت منذ زمن بعيد حينما صافح رئيس الجمهورية يهود باراك في المغرب، وحينما صافح أوريكو ماسياس في باريس، وحينما حاولوا فتح قسنطين في زيارة أوريكو ماسياس علما أنه من عائلات معادية للثورة الجزائرية. القضية وما فيها هو محاولة التقرب من الأوساط الغربية، خاصة الغربية اللي ذات التوجه الصهيوني والمتعلق خاصة باللوبي الصهيوني، خاصة في الظرف الحالي الذي تميز بوجود تكتل للمعارضة قوي أشعر النظام أنه في حرج كبير. ومعلوم أن الأنظمة اللاشرعية القائمة في العالم الثالث وفي عالمنا العربي الإسلامي خاصة تفتقد للشرعية الشعبية، فهي تلجأ إلى التحصن بالشرعية الخارجية ومحاولة كسب ود القوى الغربية والمنظمات الغربية لعلها بذلك تستطيع أن تتفادى هزات الشعوب ورفضها لها. نعتقد أن القضية تطرح في هذا الاتجاه ليس أكثر، لأنه إذا كانوا يتذكروا حقوق الإنسان والأقليات فأقول هل احترموا حق الشعب الجزائري حتى يحترموا الأقليات؟ هل احترموا حقه في الحرية؟ هل احترموا حقه في الديمقراطية؟ هل احترموا الدين الإسلامي أصلا حتى يحترموا بقية الديانات الأخرى؟ السؤال يجب أن يطرح بهذا الشكل أخي الكريم. طيب أستاذ طاهر، يعني فيما تلومون أنتم وزارة الشؤون الدينية الكثيرون في الجزائر وليس أنت فقط، يقولون بأن الفساد استشرى أيضا ودق بيوت الوزارة وزارة الشؤون الدينية ولم يكتفي بباقي القطاعات فقط.
طبعا الفساد اصبح ظاهره عامه، واصبح الفساد ممنهجا ومنظما، واصبح هو السائد. واعتقد انه دائما هناك علاقه وثيقه بين الاستبداد والفساد. الاستبداد لا يستمر الا بالفساد، والفساد لا يولد الا استبداد. هذا تلازم منطقي موجود عبر التاريخ كله، لان كل نظام مستبد يعتمد على تعميم الفساد وايجاد طبقه فاسده تلتزم بالدفاع عنه، لان وجود الفاسدين مرتبط ببقاء هذا النظام، ودفاع الفاسدين عن النظام هو دفاع عن انفسهم. لذلك النظام المستبد دائما يصرح للفساد ويسمح بالفساد من اجل ايجاد طبقه عازله تحميه من غضبة الشعب. والفساد يعم جميع القطاعات دون استثناء، حقيقة لا يمكن استثناء أي قطاع على المستوى الوطني. طيب ستار، هل أنت مع تنصيب مفتي جديد يسمى بمفتي الجمهورية الجزائرية، أم مثل ما طلبت الوزارة أو طرحت الوزارة مقترحا جديدا وهو إقامة أكاديمية فقهية بدلا من منصب المفتي؟ يا أخي أنا مع الشرعية، والشرعية هي أن يلتقي العلماء والدعاة والخيرون من أبناء هذا الوطن ومن الذين يلتزمون بمنهج الحق ويلتزمون بالعلم الشرعي، يلتقوا ويدرسوا الأنسب للجزائر. إذا كان الأنسب أن يكون مفتيا فليكن، وإذا كان الأنسب أن تكون مؤسسة إفتاء فليكن، لكن المهم أن لا يكون رأيا مفروضا من السلطة. أما كون السلطة تتبنى فكرة المفتي ثم ترجع عليها، لأن السلطة تخاف من وجود مرجعية غير مرجعيتها. مشكلة النظام في الجزائر أنه هو المرجع في الاقتصاد، وهو المرجع في السياسة، وهو المرجع في الدين، وهو المرجع في الثقافة، وهو المرجع في اللغة. النظام يخاف أن تضيع المرجعية من يده، لأنه يريد أن يكرس جميع المرجعيات في يده هو. أما أنا فأقول فعلى أهل الشأن أن يجتمعوا ويقرروا بعيدا عن وصاية وزارة الشؤون الدينية. جزيل الشكر لك استاذ طاهر بالاخضر القيادي في الجبهه الاسلاميه للانقاذ. اعود لك استاذ طيب، ما رايك في هذا الطرح الذي طرحه استاذ طاهر؟ هو الحل ليس في المفتي، ايجاد مفتي او اكاديميه، لابد من الحريات في جميع المجالات، الحريه التي تاتي لنا بالبياض الناصع. اتركوا العلماء يلتقون في ندوات، لقاءات، مؤتمرات، يطرحون المشاكل التي تعاني منها وزارة الشؤون الدينية، بعد ذلك سيخرجون بالزبدة، سيخرجون بحل شاف وكاف وواف لكل هذه المعضلات. ما رأيك؟ طيب هذا مقترح جيد، أن يقع إنشاء مؤسسة للإفتاء في الجزائر تكون تعبر عن موقف كبير للعلماء في الجزائر، وهم قطاع كبير في الجزائر، خريجوا المراكز، خريجوا الجامعات الإسلامية وخريجوا الحلقات الدراسية كثر في الجزائر، وهؤلاء قادرون أن يعطوا رأيا على الأقل تستأنس به السلطة، أقلها رأي تستأنس به السلطة، يقولون لها الأفضل يكون مؤسسة بهذا الشكل، سواء كان مجلس أعلى أو سواء كان دار إفتاء. أنا أعتقد، أنا شخصيا أميل إلى مؤسسة إفتاء، إلى دار إفتاء، لا يكون هذا المنصب. ولذلك قال ضيفكم يعني كلمة مهمة جدا ومعبرة عن الوضع ربما في الجزائر، إنه الدولة تخاف من مرجعية أخرى، ولذلك هي تريد أكاديمية. تعرف أنت حتى الأكاديمية في الوزارة وتعينهم بنفسها، أكثر من ذلك ليس كلهم من أصحاب العلم الشرعي، قالت يكون فيهم أطباء، يكون فيهم كذا. يا أخي نحن نبحث على كلينيك، احنا نريد مؤسسة شرعية تصبح ذات مرجعية للناس، وتجمع العلماء في الجزائر بدون إقصاء، تجمع العلماء من كل الآراء الفقهية، من كل الآراء، قادرون أن تجمعهم دار إفتاء كبيرة في الجزائر تكون لها عندها مؤسسات. طبعا هذا مشروع في الجزائر كبير، هذه شرعية أخرى تصنع في الجزائر. يبدو كما قال ضيفكم الجزائر صادقا، يبدو أن هذه الشرعية لا يراد لها أن تقوم. أعتقد أن الشرعية هذه ستكون عامل استقرار. الإفتاء كان في دولنا كلها، في الدول العربية والإسلامية، كان عامل استقرار، لأنه يساعد على الاستقرار ويكون مرجعية للناس حتى يستفيدون في شؤونهم الدينية والدنيوية. جزيل الشكر لك سيد طيب غيلوفي المختص في الشؤون المغاربية، والشكر موصول من سيدنا الكرام لناصر حمدادوش النائب البرلماني وعضو حركة والقيادي في حركة حمس، وبالإضافة إلى الدكتور عبد الرزاق السوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، دون ما أن أنسى الطاهر بالأخضر القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. هذا الموضوع ثري بالنقاش وسنعود إليه في الأيام المقبلة بإذن الله تعالى. تقبل الله صيامكم سيدنا الكرام، على السلامة.